أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم عبد الله من القصيم بريدة تقول: بعض الناس يضع يديه بين ركبتيه عند الركوع، هل هذه صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا التطبيق هو منهي عنه، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. المصلي إذا ركع يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويفرج أصابعه، هذا هو السنة. نعم.